مشاهدينا رانا زينا ومعنا القهوه البنينه، وشكون من غير اوفياء قناه الشروق اللي نهدوا لهم القهوه هذه ونقول لهم مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من كوفي تايم اللي راهي من السبت للخميس بمواضيع جديده، واللي جبنا موضوع جديد معايا المتالقه زهره. اهلا بك كريم، ومشاهدينا من عالم المواقع نعاود نرجع لكم العالم الواقعي اللي هو راح يكون كريم موضوعنا اليوم، الفرق بين الواقع والمواقع. ونرحب بكم مشاهدينا الكرام من جديد ونقول لكم اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقه اليوم اللي رايحين نهضروا فيها على لي دو موند اللي راهم دايرين حاله وراهم فريمون بعد على بعضهم، لكن راح نكتشفوا فيها الناس والشخصيات كيفاش راهم ينسقوا، كيفاش راهم يحاولوا انهم يديروا ان اكيليبر بين العالم الافتراضي اللي هو عالم المواقع والعالم الحقيقي اللي رانا عايشينه. والقهيوه القهيوه فوالا ميرسي. ما درتيليش السكر يا اختي، فهمنا شنو هاد الاسكر. بصح انا اليوم طايح لي السكر شويه. خلاص نديرو لك السكر اذا. فوالا ها هو السكر زهرة. ميرسي نديرو لك السكر، اعطيني ندير لك السكر. فوالا ديري سكر حبة ولا زوج؟ نعم حبة ولا زوج؟ واحدة واحدة واحدة. خاف نقول لك زوج. ميرسي زهرة تحب السكر بزاف. ايش شي غورموند. فضلي زهره يعيشك. شكرا ربي يحل ايامك. ميرسي. اذا مشاهدينا الكرام نعاود نرحبوا بكم مره اخرى ونقول لكم تقدروا تتصلوا بنا على الرقم 023 70 92 94. والموضوع تاع اليوم الموضوع تاع اليوم هو الفرق ولا الفرق بين الواقع والمواقع التواصل الاجتماعي. قبل ما نكمل الموضوع، احنا الان يرفع على مسامعنا اذان صلاه العصر في الجزائر العاصمه وضواحيها لنستمع الى صوت الحق. حان الان موعد صلاه العصر حسب توقيت الجزائر العاصمه وصلاة الجميع بمزيد من الاجر والمغفره والثواب. امين. ونعود نرجع مشاهدينا الكرام الموضوع التفاعلي لنهار اليوم. اخترنا لكم الموضوع اللي هو الفرق بين الواقع ومواقع التواصل الاجتماعي، لانه عدنا نشوفوا بزاف كريم ديزانفلونسور، ولا عدنا نشوفوا ناس راهم عايشين في لي ريزو سوسيو، يعني يديروا دي فيديو، يديروا دي بودكاست، يديروا ويبارطاجيو حياتهم الشخصيه. حياتهم الشخصيه، لانه لا ماجوريتي دو بيرسون اللي راهم يبارطاجيو في حياتهم الشخصيه ولا حتى لا في انتيم، يعني فريمون انتيم، سي لا ماجوريتي تاعهم سي كو هما راهم عايشين دور متقمصينو، ولا راهم متمنيين حياتهم تكون بهذيك الطريقه. وللاسف ياثروا على ناس، سيرتو لي زادوليسون، سيرتو شريحه معينه من المجتمع ياثروا عليهم ويمسكنوا يقعدوا يحلموا يعيشوا كما هذاك الانسان. صح صح. واغلب الامور ماهيش واقعيه، زعما باش نكونوا واضحين، هذا هي الامر اللي يؤدي الناس اللي تحب تعانيهم. سي دي ماكياج. انا نقول لكم بلي سي دي ماكياج. انت قولي لي زهره، واش رايك في الجمهور اللي تبعك في المواقع التواصل الاجتماعي؟ اه وي، انا جمهور لا ماجوريتي تاع الجمهور تاعي وليا شرف كبير هو لا فام او فواي، بحكم البرنامج اللي كنت نشطو في قناه الشروق اللي هو الو شيف. دونك ربحت من هذاك البروغرام جمهور كبير اللي هو لا ماجوريتي هو المراه الماكته بالبيت ولا النساء الكبار ولا. دونك نقدر نقول بلي عندي ان بوبليك ساج، يعني شويه البوبليك تاعي ما يتبعونيش بزاف لي زادوليسون. يعرفوا مدام لي فام او فواي سافا كي كومونتي مانيفيك لي كومونتير تاعهم ومستوى تاعهم راقي. نهضر لك على لا ماجوريتي، ما نهضرلكش على المتطفلين. لا ماجوريتي لي كومونتير تاعهم ما شاء الله ما يحبوا يمدوا لك كونساي يمدوه لك برقي. وانا جو سوي انا جو سوي وي نحبوا الجمهور تاعي ونحن فريمون جو لي كلاس انهم جمهور راقي. فوالا. وانت؟ انا نبغي بحكم العمل تاعي مقبل كنت ندير لي سبيكتاكل ممثل عندي علاقه مباشره مع الجمهور، يعني في الواقع اكثر من المواقع. عرفتي الجمهور كي تكون معاه في الواقع تحس به، يحس بك، يعني نقول لك هذه حاجه قليل اللي الان في الوقت اللي رانا فيه من الناس المعروفين ولا الناس اللي عندهم جمهور يتبعهم قليل اللي يقدر يحس بهذه الامور، لانه الجمهور الحقيقي عرفتي كي تشوفي تحسي بلي ناجي تاعو، تحسي بلي صح راكي تفرحي فيهم، قليل ما تسيبي انتقادات زعما اللي ماشي لائقه ولا صح
يعني ثاني نوجه الجمهور تحية كبيرة في كل مواقع التواصل الاجتماعي. وثاني اوتي كاين اللي هو الفرق اللي احنا حابين نطرقوا له اليوم مشاهدينا الكرام، سي الفرق بين الواقع والمواقع. سي تو سي عندك تو لو بروبليم لا، لان الناس يكومونتيو لك في لي ريزو سوسيو ماشي هما خلاص الناس اللي تلاقاهم برا. وانا الراي تاعي هذا لو كان جا الفرق واضح، يعني الفرق ماشي كاع كيف كيف. لو كان جا الواقع والمواقع كيف كيف بار اكزومبل، وكان فلسطين يتحرط سي فري كو رانا كامل نحاربوا في محافي فلسطين، مي في المواقع فقط. شفت انا روماركيت بالك حتى الجمهور شاف هذه العبسه، انه زعما دوك انا لو كان نروح عند واحد نطبطب عليه في الدار كاباب ما يدخلنيش للدار، يخليني عند الباب يقول لي دقيقه دوك نجي ونروحوا راني ما ندخلش للدار. من بعد في الواقع في المواقع بالعكس، يحط لك الكوزينه، يحط لك تاكل، يدير لايف وتدخل كاع الشومبرا تشوف الامور تاعو في الدار. وثاني نعرف باش يعني نقول لهم ناكد لهم على معلومه تاع انه لي ريزو سوسيو ماهمش نفسهم في الواقع، انه كاين ناس لان كيديروا لي فيديو ولا كيحبوا يبارطاجيو حياتهم الشخصيه، على بالك بلي يروحوا لديار الناس كي تعجبهم دار يقولوا راني في داري. هذا هو الفرق بين الواقع والمواقع. كريم نروحوا للفقره اللي بزاف نحبوها اللي هي ترندينغ. اذا الذكرى الاولى تاع وفاه عراب الاغنيه الشعبيه وقام من قامات الجزائر ومحبوب الجزائريين عمر الزاهي، اللي كان معروف عليه انه بزاف يدير بزاف هذاك اللي انا هكا سقسيت الناس واللي يحكوا عليه كانوا يقولوا باللي كي يخدم العرات يدير باطل، واون بليس المدخول اللي دخلوا من الخدمه اللي كان يديرها كان يقسمها على القلالين. ما شاء الله نفرحوا عليه بهذه المناسبه تاع الوفاه، الذكرى تاعو تاع الوفاه، ونطلبوا له ان شاء الله يكون اهل الجنه ان شاء الله يا ربي. وهذه هي يعني فقدنا قامه كبيره، لكن ان شاء الله يكون ديما نتمنوا انه كي نفقدوا قامه نقولوا ان شاء الله يا ربي يكون خير بديل ونلقاو الناس اللي تمشيوا على مساره الفني. اطربني بخبر واحد اخر. الترند الثاني يعني هنايا شاب جزائري رفع التحدي، قطع مسافه 2300 كيلومتر من الجزائر العاصمه الى اليزي مع حيوان الحمار اكرمكم الله، يعني تحدي بزاف واعر. وتشوفي شاب جزائري دي فوا يخرجوا بخرجات، اسكو تقدر ديرها انت يا زهر؟ خويا انا مش من الطوموبيل للاستوديو راني نعاني. انا قبل انا شفت في الصوره كان صوره في عند لا غرون بوست مركز البريد في الجزائر العاصمه، والان على حسب ما شفت في مواقع التواصل الاجتماعي انه راه واصل في مديه تمشى 90 كيلومتر. ما شاء الله ما شاء الله، يعني ان شاء الله يوصل بخير. كنت معها ياسر ومينا، مينا تحب تدير لي غوندوني نورمالمون ديتي معاك ياسر ومينا. انا عندي خبر فريمون ما لقيتش اسكن كلاسيها انه طريف ولا استهزائي شويه، لانه بنت رئيس نادي في الفيتنام قامت بطلب من كل يعني لي جوار كامل بكل اللاعبين انهم يلبسوا لباس ايلو كيتي الكوميك اللي تري فامو في عالم الاطفال باش تضحك عليهم. دونك انا على بالك ولاو في الفيتنام هضره تاع كاع لي ريزو سوسيو ومسخره باسكو ديجا ايلو كيتي سي ان كوميك جابوني هما تاعهم هذا الكوميك، بصح باش تلبس ايكيب كومبلي ولا غير نقول لك بزوج. هاد العبسه فكرتني بهذيك الحكايه تاع الفيلي طير انا نطير انت طيري، بالك مشاهدينا يعرفوها. دونك هي اجبرتهم ما طلبتش من اجبرتهم لازم يلبسوه. دونك معليش نشوفوها من الكوتي الايجابي ونقولوا بلي هذاك الفريق بالك يحبوها ولا بالك مولفات تلعب معاهم ولا بالك بار بليزير نفذوا لها هذا الطلب. احنا دروك نسمعوا اغنيه عمرو الزاهي الله يرحمه. اذا مشاهدينا نقول لكم خليكم مع هذا الاغنيه لعمر الزاهي القامه اللي فقدوا المجال الفني، ونعاودوا نرجعوا لكم مباشره.
إذا ربي يرحمه ويوسع عليه. أمين يا رب العالمين، ونعاود نقول إن شاء الله يكون خير بديل من هاد لا نوفيل جينيراسيون، سيرتو في الطابع الشعبي وفي المدرسة نتاعو. تفضل. نرجعوا للمشاهدين الكرام ونرجعوا للكونسيبت تاعنا، ونعاودوا نقولوا لكم تقدروا تتصلوا بنا الرقم 023 70 92 94. نستناو اتصالات تاعكم باش نهضروا شوية على الموضوع تاع اليوم اللي الفرق بين الواقع والمواقع، تسمى مواقع التواصل الاجتماعي خاصة. فوالا انا على بالك عندي بزاف هضره على هذا السوجي، مي اما واش نهضر واش تخلي. بار اكزومبل على بالك بلي نعطيك مثال زهره في المواقع. بون نستقبلوا اتصال اول ومن بعد نكملوا. يعجبني كي يصوتي هكا وانا ما نقدرش نتبعوه، مي نقول لكم الو الو مساء الخير. الو السلام عليكم. الو مساء الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. من فضلك بعد برك على لا تيلي باش نسمعوك بطريقه اوضح. دقيقه برك سمحي لي. الو 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 تسمعي فينا؟ الو انقطع الاتصال. انقطع الاتصال مالوغوزمون، راح نتسناو ان شاء الله تعاودنا، ولا نقول لكم كملوا تواصلوا معنا على الرقم 023 نقل 70 92 94. رانا نتسناو في المكالمات نتاعكم باش نناقشوا مع بعضنا جوستومون الموضوع اللي نهار اليوم، اللي هو السؤال التفاعلي اللي هو ورجع الاتصال. شكرا. انا من نحب التقطيع سلكوه في الاتصال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوا الله اكبر. شكون معنا ومين منين؟ معكم ساره مرويبه. اهلا ساره مرويبه، اهلا بك ساره. بليزير في حكمتكم. لو بليزير اي بوغ نو، ربي يخليك. ميرسي بوكو. وشاكم صافا؟ وشاك اختي زهره؟ لاباس شكرا لك. انت لاباس؟ صافا الحمد لله. وشك خويا صافا؟ والله الحمد لله. قولي لنا اختنا العزيزه واش رايك في الموضوع تاع اليوم؟ الموضوع تاع اليوم بزاف بزاف مليح. دي واش رايك؟ اسكو نتبع في مواقع التواصل، في مواقع التواصل الاجتماعي، اسكو راكي تتبعي في هكا مؤثرين في ناس يعني اللي راهم يبارطاجيو سورتو في حياتهم الشخصيه؟ بيان سور نتبع نتبع، مي كبرت عليك فرق كبير ما بين الواقع والانترنت. اكزاكتومون، دونك الواحد يفو با يطيح في لوبياج تاع نقلدوهم باسكو الواقع غير المواقع. اكيد بيان سور بيان سور الواقع بزاف غير. وشنو هي الحاجة اللي لاحظتيها وهي مختلفة بزاف؟ الحاجة اللي لاحظتها هي مختلفة بزاف، كاش واحد يدير في مواقع التواصل الاجتماعي حياته تصح، انت تكتب واش عايش واش حاط كيف كيف. سي فغي سي فغي وي سي فغي، يعني هذه حقيقه. وحنا نسيو اليوم كما نقولوا مام كي نهضروا على زعما كما نقولوا المواقع والواقع ماشي كيف كيف، بصح راح نهضروا على السلبيات ومن بعد نزيدوا نهضروا شويه على الايجابيات، لان كاين ايجابيات. السلبيات والايجابيات بيان سور كاين في سلبيات بزاف ايجابيات بزاف. هي السلبيات الايجابيات تبقى توجور في التاثير تاع المضمون في المحتوى. فوالا في المحتوى. اي وي سي فغي صح. انت مثلا فواش فادوك، فواش فادوك مثلا مواقع التواصل الاجتماعي، واش الاضافه اللي عطاولك في حياتك؟ انا صراحه انا نتبع مواقع بزاف، مي جامي نحط حياتي تما في المواقع، حياتي تبقى اكوتي والمواقع اكوتي. تري بيان. دونك علاه ما تحطهمش؟ ما تحطهمش ما تحبش تشهر بروحك ولا ما تحبش تحطهم على العين مثلا؟ هي وعلاه ماشي لازم كامل يشوفوا حياتك كيفاش عايشه ولا زعما ما تبارطاجيش هكا الطابله والحريره وال زعما باسكو البنات البنات بزاف كل ما يطيبوا عفسه يصوروها ويحطوها بارطاجي يحطوها يشوفوها. مي نوكي اللي مسكين كاين اللي محتاج اللي ما لبس كاينه. سي فغي كاينه بزاف بزاف. سي فغي سي فغي صح. لحد الصوالح صح. شكرا لك على المداخله تاعك، ما شاء الله عليك الاخت. صحيتي نموت عليك زهره كيف في القمه. ربي يخليك. ميرسي بوكو يعيشك. وشكرا على اتصالك. شكرا صحيتي. ميرسي سلامه يعيشك. فوالا دائما كما نقولوا كاين السلبيات والايجابيات. اكيد. وثاني المجتمع ما نقدروش نحطوه كامل في كفه واحده، لانه كل واحد عنده رايه الخاص. وثاني نشوفوا بلي كاينين ناس
يعني بالك هذا موضوع اخر يتنمروا سي مواقع التواصل الاجتماعي تلقاهم باغ كونتخ تشوف لي كومونتير تاعهم زي بصح تلقاه كي تهضر معاه تقول سي با بوسيبل لكن هذا البنادم دار هذا لو كومونتير على بالي واش حايب تقول وانا نقولها في بلاصتك مشاهدين نروحوا فاصل ونرجعوا عاود لكم مشاهدينا الكرام دونك نعاود نذكركم بالسؤال التفاعلي لنهار اليوم اللي هو الفرق ولا الفرق بين مواقع التواصل الفرق بين الواقع ومواقع التواصل الاجتماعي دونك اللي هو موضوع اليوم والاكثر حابين نركزوا على الناس اللي تتبدل شخصيتهم يعني يكونوا في الواقع زي وفي مواقع التواصل زي واحد اخر خلاص بار اكزومبل الناس اللي دير الخير مثال وي الناس اللي دير الخير دائما يبارطاجيو هذوك الامور الاعمال الخيريه اللي يديروهم بصح انا زعما هذه عفسه شغل جاتني بيزار وقفه تاع رمضان 70 واحد شفتو نتصور معاها اه وي حسبي هذيك القفه محرز لا لا بيب شغل دائما راني نصدق دونك سي با بيان ثاني مواقع التواصل الاجتماعي راهم يشهروا في ناس ما يستاهلوش الشهره اوسي باسكو كامل اون ديجاج هذيك لا بريسيون تاع لا جورني في هذاك لو بورتابل ما ندخلوا للدار ديما نخصوا هذاك لو بتي مومون التليفون باش نشوفوا واش صرا اليوم واش كاين اي تو دونك رانا هذاك لو كليك ابوني راك تقدر تطلع به وتقدر تشهر به انسان ما يستاهلش خلاص واش راك دير له؟ نستقبلوا اتصال مع المتصله معنا اليوم. الو الو وي السلام عليكم. وعليك السلام مساء النور اخي كريم. مساء الفل ياسمين. شكون معنا ومنين؟ اهلا مساء الخير. معكم سميره من نقاوس. اهلا من نقاوس. الله يسلمك. ومرحبا بناس كيكدا يعيشك ميرسي احكي لي واش حوالك مالك اش كونيكسيون كاش والله مش دائما مش دائما مش دائما زعما كي تفاد الميناج هكا وسي بون الدار بيان ما تحكمش بلاصه هكا تقول واش كاين زهره واش دارت اليوم شوفي ساعات نكون مديقوتيا نورمالمون نروح هكا باش نشوف لا ها ما نحبش نحب ندير حاجه هكا تاع الشغل نحي فيها ديكوتاج كي نكون راكحه نحب ندير في حوايج هكا نشوف فيهم صح سي نورمال دوكا كيما بالمعاد تاع المواقع هذه وكل ولا كيما يقولوا العالم قريه صغيره سي فغي صح عاد الناس صح. قبل يعني قبل من المواقع هذه وكل كانت الناس قليل وين تعرف حوايج قليل بس حضرك وش هي عاد الناس كل تعرف تخي بيان صح بس صدقيني يا زهرة اختي نعم قد ما الناس عرفت قد ما تقدر تقولي جهلت صحيح سي فغي عاد اي واحد يعني اي واحد يسمح لنفسه انه يمد رايه في كل المجالات سبحان الله تلقاهم يكومنتيو على الفوت يكومنتيو في الماكله يكومنتيو في كل شيء ما شاء الله عليهم اللي يعرفوا اللي ما يعرفش صح شوي داكا قادر واحد يسمعك انت قلتي حاجه يقول لي ديا هو يقول لي شارك فيها صح صح هو مليح بس شوفي دوكا قاعدين نديروا بين تاع الواقع وبين المواقع صح سي فغي يعني الناس بزاف يهربوا من الواقع للمواقع اكيد بالك ناس يهربوا من الحاضر تاعهم يهربوا من المعيشه تاعهم بالك ما تعجبهمش يحبوا يتقمصوا شخصيات صح 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 شوفي وانا تجيني هذه على حسب شخصيه الانسان وي تكون شخصيته ضعيفه اكيد راح ينساق الامور هذه سي فغي يعيش احلام يولي ممكن يعيش احلام عايشها هو في داخله برك مستحيل انها تتحقق صحيح وي تجيني الانسان هذا انه راح يولي يضر نفسه اكثر ما يفيدها سي فغي الانسان يبقى عايش يبقى في واقع غير الواقع تخيل حوايج ويعيش مع ناس بشخصية غير شخصيته ممكن مع هذا التقمص هذا تولي له تدخل في أوهام أخرى في حوايج واحدة أخرى هو صح يغنى عنها وي. هو مليح أنه الإنسان يوازن بين الواقع تاعه جيد ليش أنه الإنسان يحلم أنه الإنسان يحب أنه يغير من شخصيته يغير من حياته بالصح في الأشياء المعقولة لازم دائما معليش تغير شخصيتك لكن لازم دائما تحتفظ بالمبادئ نتاعك اكيد اكيد وي. اكيد لانه اللي يكون عنده مبادئ تسمى مبادئك ويحافظ عليها مستحيل انه واحد يغيرها له كي يكون قوي شخصيه هاني هذوك نهضر على الشخصيه نهضر على قوه وضعف الشخصيه قادر دوكا انسان قوي الشخصيه اكيد راح ندي منك ندي من الاخ كريم ندي من الاخ ياسر ندي من فلان فلان باش نطور من شخصيتي ولا باش نضيف لشخصيتي الى الجيد وي ماشي الى ها بصح اني نتقمص شخصيه غير شخصيتي ممكن ممثل ممكن فنان ممكن عالم من العلماء
تما ونرجع للواقع تاعي نلقى الواقع العكس. صادم وي صادم. ها هنا الانسان ما راح ممكن يحدث له اختلال ولا هكا خلل في حياته. ما شاء الله عليك. انه يرفض يرفض الواقع تاعو ويبقى دائما يعيش في اللاواقع اللي هو خلقه لنفسه. يعطيك الصحة. كلام صواب صواب والله. اليوم ما حضرش معنا أخصائية اجتماعية، مي كانت معنا في الاتصال. نشكرك ونشكرك كثير على هذا الاتصال. أخصائية نفسانية. شكرا لك، شكرا. المرة الجاية وعدنا البلاتو. تعيشي وصحة وصحة قهوتكم. شكرا لك. ربي يحفظك. نتمنى لكم دوام التألق. شكرا. إن شاء الله. والمزيد من العطاء كما المواضيع هذه، صدقيني تخدم صح للإنسان، يعني هكا اللي يحب انه يستفاد. انا واش كنت بدلو مشي كوفي تايم. واش نديرو؟ لا بدلو. شوفي كان بزاف كانوا عندي افكار هكا قلت نقولهم لهم. كيما شوفي انا الحصه تاعكم تعطيني تفاؤل. اهي. تخي بيان ما شاء الله. انقطع الاتصال. احنا كنا نستناو هكا. احنا نشكروك على الاتصال اختنا العزيزه، وعاودي اتصلي بنا مره اخرى. سي فريمون دوماج ما شاء الله، كلام موزون وتعرف تهدر وعطيك الصحه. هضرت كلش، هضرت الايجابيات والسلبيات. حبيت نسمعها واش حبيت تقترحها كتيتخ البرنامج. دونك عاود اتصل بنا، نستنى المكالمه تاعك من قاوس. والان زهره نورمالمون عندنا انفيتي. وي انفيتي نستقبله معنا. نقول اسمه ولا تخليه تفضل؟ لا لا قول. معنا مشاهدنا الكرام، معنا اليوم الانفيتي تاع اليوم غاب شويه على الشاشه صغيره، واللي هو عز الدين بوشايب. يتفضل معنا. ورا عز الدين. ازاي مربع يدي؟ اهلا عز الدين. واش رايك؟ كيف كيف معليش؟ السلام عليكم كريم حبيبي العزيز. صافا لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. صح. شوف ريح زدنا شويه تباعد هكا فوالا. هو كي اذا لقيت شاك نورمال ودك تقول له تباعد. نحيو نحيو من هنا. ونحيو لا ريجي ثاني. وي واش رايك؟ ميرسي. مرحبا بك. المشاهدين الكرام اللي راهم يشوفوا فينا دروك راهم يقولوا عز الدين بوشايب حبس هذا كان خليناها صغير. وي مي تي نا با شونجي جوست باك اللحيه ناضت. وي وي فوالا اكزاكتومون باسكو بديت قبل لادوليسونس فوالا. وي اوتوماتيكمون مور لادوليسونس انسان يكبر ويتبدل. كي بديت اول تورناج تاعك مع جمعيه فاميلي شحال كان في عمرك؟ كي بديت سيتي اون فيت كان في عمري 12 سنه. طيب داكور 12 سنه وي سيتي فوالا ديبي 12 سنه. درك بالك عندك واحد لي 18 ans هكاك دوكا. وي اون فيت نو عندي 16 ans. اه نو جو بونس با. والله عندي 13 سنه ملي درت الجمعيه، عندي 25 دوكا ربع قرن. صح انا سي فغي جو سوي ليتيغيغ. جو سوي ليتيغيغ عندك انا والحساب صافي دو. نعم سي فغي 13 سنه وي. وي صافي لونتون كومين صافي لونتون. وي فاميلي. هكا يصرى لك يتبع منال غضابه. اه وي وي جوستومون. حنا عندنا فيديو تاعك كي كنت صغير. شوفوا لا ديفيرونس. اه وي لا ديفيرونس ديريكت. اوكي اوكي اون فوا. ما شاء الله عليك. الفيديو وشوفوا لا ديفيرونس. الله يبارك. الله يسلمك ما شاء الله. قبل ما يديروا لنا فيديو نعطوا قهوه. اعطيها قهيوه. وي جوستومون كافي تايم. وي وراهي كاينه وما تكسرش راسك. لو تايم لي لا كاين وسخونه وكلش. صافي بليزير. وي ما شاء الله. نستغلوا هذا الوقت ونحيوا الشعب الجزائري واحد واحد. السلام عليكم. احكي لي على بالك صافي فريمون صافي بليزير كي نشوف واحد فنان بدا صغير تو بوتي باسكو صغير ايتيغال ما تكونكيش في المجال ايتيغال من الدار داوك ديريكتومون تورناج كيفاه دخلتي في هذاك لو بان اسكو تي عندي سوفونير هكا شويه كيفاه الاول مره تحطيتي فاس كاميرا؟ وي سيتي اوفا سيتي ديفيسيل شويه باش نقدر نتقبل هذاك ليكيب تكنيك ولي كاميرا ولا رياليزاسيون والدومين هذا كامل سيتي صعيبه شويه باش نقبلو. وي مي كان معايا محمد بوشايب خويا نوجهو تحيه كبيره ليه تاع جمعيه فاميلي والمخرجين مخرج جعفر القاسم وليكيب كامل نوجهو لهم تحيه. دونك كان عندهم كما يقولوا حاجه بورسونتاج كبير باش قدرت ندخل في عز الدين شخصية سامي. الله يرضى عليك. يعني تقمصتي هذيك الشخصية باش نقدر نلعب سامي. وي
نكون بلوز اليز فيه فوالا سي سبونطاني يا في با دو جو. نشوفوا صامي كيفاش لعب؟ وي وي تفكروا لي سوفينير. نشوفوا صامي كيفاش لعب؟ خلي بالك القهيوة والذكريات. بسم الله اوكي. الذكريات. أحمد بخليلي يعطينا الفيديو وراه الفيديو. شكون وجدوا؟ أحمد أحمد. إكرام اللي وجدته. إكرام. أو طيب كيما تحبوا أنت با. يعطيك الصحة وليدي. صمت. يعني أقراك خممت على بابك. ماشي كيما شي ناس. طلق. جواد انا فريت عليهم حيوان باقا في الجيب السجيان عم خرجوا عرفتها كانت باينه بلي الباك ما يفوت صحيح صحيح ولا مريض انا المهم عندي سجي والباك مضمون سجي عندك والباك مضمون باللوطه هلا بيها النيبو تاع المملكه قاعد يتكثر الحاله هذه ما لازمش نسكتوا عليها وين ما تسكتش وين باقينا تاع حساده ولا زعما كيما تجوش الباك تلعب فيها هذا غش باللوطه والغش حرام وانت نورمال وحدك ما تغش صح ماما ما نغش قلبت علي امام دوكا امام ولا قاضي باللوطه انا ما نسكتش على هذا الحال صح شوف نديرو حاجه شابه الباك تاع هذا العام غمضوا عينين الباك تاع العام الجاي انا خلعطوها وانا راني معاه باللوطه واه هناك في عام 23 سنه وعاودتي ضحكتي دونك حركنا لك هذاك واه عاود عشت شويه لي مومون هذوك وي سي كسات في كوا كي تعاود تفكر كي تعاود الباركور دو تا في وي فات عاود تعيش اللحظات اللي كنت تعيش فيهم بالك كي تكون في هذاك لو مومون ما تعرفش قيمتهم مليح مي ومن بعد كيروحوا تعاود تشوف وتفكر هذوك الايام تشوف بلي كنت قادر ندير اكثر مي نو مي كي تشوف روحك صغير ما تقولش ما كنتش بيا وي انا كنت براءه اي وي مازال كاين براءه فوالا الحمد لله يعني فوالا مي يعني كنت فوالا انوسون هكذا صغير وي كنت طويشي زربوط مسكينة أخوها الله يرحمها ربي يرحمها والله كنا نهبط لها لاطونسيون مسكينة ونجيب لها الشيكولا والله مسكينة والله مسكينة شكون ثاني كان صويلاح كان محمد كان جعفر جوستومون عبالك بزاف ممثلين على بالك وي جزائريين وي يتمناو كي تسقسيهم زعما تقول لهم مع من حاب تلعب ممثل لك حاب تلعب ما يقول لك صالح وكورت فوالا انت راك لعبت معاه في البدايه ديريكت ولا دخل ديريكت انا ما كانش عندي كنا على التجربه هذه التجربه كريم ما كانش عندي لو شوا ولا ما كنت نعرف والو ارواح اللي شكون اللي كان يسير لك لا كارير تاعك كي كنت صغير كان الاب ديالي خوك الاب ديالي الاب تاعك الاب تاعي فوالا واللي كان يعني لاتيب الامور تاع برودكسيون والكونترا وهاد الامور وخويا محمد كان من الجانب الفني يعني يعلمني كانت عنده اون فيزيون ارتستيك فوالا اكزاكتومون كان عنده شويه ليكسبيريونس كان دار قبلها ماسكاراد لو فيلم تاع ليا سالم فيلم سينما واقعي قبل اسكتي فوالا كانت عنده شويه اكسبيريونس سينما ولا تلفزيون وصويلح وجعفر هما اللي كان عندهم يعني انا الحاجه اللي عجبتني في عز الدين انه عباك بزاف الممثلين كيكون عندهم خوهم ممثل ولا مغني عنده خوه مغني ولا بابه مغني عباك يتاثر به بزاف تما تصيب به تقريبا نفس الجو نفس الاخر بصح انت ما تاثرتش بزاف باللعب تاع محمد وعلاش؟ اون فيت لا سي في السيزون 2 كنت نلعب كيما ارسطو كيما البيرسوناج تاع ارسطو ماشي محمد وي ابري حكمني جعفر وقال لي فوالا راك تلعب كيما موح عاود ولي لي لسامي ما هذه هي السبه فوالا نو باسكو السيزون الاولى لعبت سامي اس سيتي سبونطاني وما كانش فوالا اكزاكتومون فوالا زهره سيتي كيما نقولوا رانا في كيما رانا في الدار لعبنا في الجمعيه فاميلي كامل العائله كنا في لي كوليس اون فامي دونك ما تلعبش بيرسوناج دونك تلعب انت وي بالاسم تاع سامي وكالكو شابا كيما نقولوا عفايس في الكاركتير تاع سامي فوالا سي تو وكيفاش حتى قدرت نلعب سامي بهذيك طبيعته هذيك كان فوالا خويا محمد كيما خويا في الدار الجمعيه نعيط له با كيما نعيط لبابا ويما سامي راه صحابي نعيط لماما فوالا بليز اليز كيما راني في الدار باش قدرت نتقبل هذيك الشخصيه باسكو الجمهور كي دير كي الممثل يؤدي لو رول صح يعني من قلبه يفيقوا الواحد كيكون او يبان بلي يتورني وي مي ثم في هذيك في هذاك الجو العائلي اللي كان فوالا كنا نحسوا بلي سيتي فغي شغل اون فغي فامي اكزاكتومون ما كناش نلعبوا كنا نعيشوا اكزاكتومون فوالا كنا نعيشوا نستقبلوا اتصال وتستقبل الفتان معنا وي بليزير السلام عليكم استقبل افيك بليزير استقبل مرحبا شكون معنا ومنين؟
معك نصيرة بليدة. مرحبا بناس بليدة. واش راكي نصيرة؟ الله يسلمك. واش راكم نتوما؟ لاباس الحمد لله. وانتوما؟ لاباس الحمد لله. والله ربي هنيك ماما. لاباس يعيشك. انت واش حوالك؟ الوش يتوحشك الخير. ها كنت نتغدى معاكم وليت نتقهوى معاكم. مرحبا بك. اسكو الضيف اللي راه معنا جاك هكا عرفتيه ولا ما عرفتيه؟ والله ما عرفته. الاول ما عرفته بصح كي شفته مع صغيره عرفته. بدات عرفته. والله كبرت ميما. كبرت شويه. الله يبارك. الله يسلمك يما. لاباس راكم لاح بخير؟ راك مليح؟ والله الحمد لله ربي هنيك. الحمد لله. كنت مع صويلة خفيدو جرا. والله الحمد لله ربي هنيك. العائلة كاملة مليحة. العائلة تاع الجمعية يعني. لاباس والله الحمد لله ميما. يعطيك الصحة. الله يسلمك ميما. الحمد لله. الله ينورك. قولي لنا مدام. مدام نصيرة. انقطع الاتصال. انقطع الاتصال. بيهم اللي صارت اليوم. معليش معليش. نعاودو نرجعو لعز الدين. قول لي عز الدين ريال مو زعما حقيقة. وي. الغياب تاعك علاش الغياب هذا؟ الغياب الفني شغل طولت ما بنتش هكا واحد الفترة. شوف يعني الحمد لله بوش خدمنا في الجمعية فاميلي قدرنا وين السيت كوم هذاك وين خدمنا علينا مور العام اللي خدمنا اكزاكتومون فوالا دونك قعد ماركي شويه ماركي لا كومبلي هذاك ماشي شويه لا مارك فوالا يعطيك الصحه ماركه في العائله الجزائريه دونك ما حبيتش نغامر ونعاود نخدم ان بروجي واحد اخر اللي كابابل ما نكونش يعني ما حبيتش تطيح ماشي لا لا ولكن لا ما حبيتش تطيح في العقاع ما حبيت تبقى في فوالا نقدروا نقولوا هذا اكزاكتومون طموح دونك حاب يكون يا في لو ميم نيفو يا خير على بالك كي تكوني مع صالح وقرت ومخرج جعفر قاسم سي سا باش تديري تجربه قوي باش نعقبي رحمها كمال بوعكاز بلاحه بلا شكون ثاني سكينه تاع زيكان كلها يعني كوكامات في اي تجربه واحده اخرى المستوى تاع التجربه تاع جمعيه فاميلي طالعه بزاف تجربه واحده اخرى مي جو ريسبكت سا فريمون جو ريسبكت هاد لو بوين باسكو c'est que tu gères ta carrière كاين الناس المهم يبان المهم ما يخليش هذاك الفيد وي اون فيت نقدروا نفهموهم كاين اللي لا غالب كما يقولوا بالك عندهم مسؤوليه كبيره اللي ما يقدرش وي يقول لا لا ولا كما يقولوا واحد مارغري جون بالك مزوج ولا عنده عائله ولا ما تقدرش تقول لا لا دونك كتخدم واحد السي معليش بالك كما يقولوا ليكيب ماش حيساعدوك مي راك حتي كما يقولوا تعاود تحيي فوالا اكزاكتومون اون طون تحيي وتمد روح لهذاك البيرسوناج وتحييه فوالا تقدر تخمم منها من هذا الكوتي وي نقدروا نفهموها مي فوالا كابابل ماشي كابابل مي ليكيب كابابل ما تكونش شابا تعاود ترجعك شويه باسكو تقعد وحدك الدور نو لازم لك كامل تكون اونتوري بايكيب اللي يحيوا فريق متكامل فوالا كامل فوالا باش تحك في لو بان هذاك تاع فوالا صح قول لنا عز الدين بزاف ناس قالوا لك علاه ما تدخلش الدومين تاع الشو والسبيكتاكل والوان شو والوان شو انا ما شفتش روحي في باردون الميكرو ما شفتش روحي في الشو مي بكري كان شكون في الدار كان خويا محمد وكان خويا واحد اخر امين وكنت انايا كنا نديرو واحد العفايس خفاف هكذايا مع لا فامي هكذا ونديرو دي شو كي يكون عندنا مناسبه ولا نكريو دي شو مي باش زعما صعيبه شويه الحاج نو انت ما واش اللي صعيب ستاند اب تشوف حتى كلاس وفراك تي تروفا ديفيسيل وي بارابور لا تيليفزيون شويه صعيب مي نقدر نشوف روحك صح انت فوالا تسمى تشوف روحك في في لو شو وي 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 انا ثاني نشوفك على كل حال وي انا ثاني ستاند اب هكذا واقف وحده كري دي بيرسوناج وي جيم بيان اوكي حنا نخرج ندير اتصالات اوكي احنا علاش انا علاش سقسيتك هاد لا كيسيون باسكو كي تلعب لو شو عندك جمهور حقيقي قدامك يعطيك الصحة تحس بالجمهور هذاك فوالا كي تكون في الشاشة ولا تكون فيديو ولا حتى في مواقع التواصل الاجتماعي ولا في سينما شاشة صغيرة ولا السينما الجمهور ما راحش تتصل به اتصال مباشر صحيح شغل يوصلوك دونك لو فيدباك يكون ابخي فوالا وحنا هذا راه عنده علاقة غير مباشرة مع السوجي تاعنا تاع اليوم داكور سيكو الفرق ما بين المواقع والواقع يعني مواقع التواصل الاجتماعي والفرق ما بينهم في الحقيقه وفي الانترنت وكاع واش اي عبسه عندها علاقه في الانترنت دونك انت يا الجمهور تاعك الجمهور اسكو
تفضل الجمهور لي زعما لي كومونتي ويتبعوا ويبارطاجي ويطلعوا لي فيو كاع، ولا الجمهور اللي كيتلاقاك برا زعما يدعموك يقول لك شفناك كل يوصلك يوصل لك القلب اكثر؟ يعني كامل في الريزو سوسيو ولا في في في, في الشارع في لي ريزو سوسيو لي كومونتير يسون انكوراجون ولا كامل نتقبلوهم وي اوكي اون اوكي باسكو شغل نقدروا نشوفوا خويا نقدروا نشوفوا كيما خويا يقدر ينتقدني في حاجه نقدر نتقبلوا كيما واحد من الجمهور ينتقدني نقدر نشوف بالك يكون عنده الحق بالك كاين حاجه مي اسكو النقد الهدامي اثر عليك النقد كاين نقد يبني وكاين نقد بالك يهدم يهدمك صافي غير ما يكونش حيزيد ما يحزيد لك والو هذاك هضرها لك باش يكاسيك وي وي شوفي زهره الانسان في اي ميتي كيكون على باله شو حاب وعلى باله انه رايح صعيب واحد باش يقدر يكاسيه بكلمه ولا زوج باسكو على بالك هناك رايح وعلى بالك هناك تلحق دونك على بالك الطريق اللي حتاخذها ما يقدرش واحد يقول لك اسمع ما باليش سي ما يكاسيك باش انت تعاود تولي سينو هكذاك واحد ما يخرج من الدار سي فري سينو كاع لو كان نريحو نشوفو هكذا نقولو عاد هو هذاك يعين هذاك اي هذه يقولو لازم الناس كاع يكونوا كيما هكا وخاصة لي زارتيست باش اللي راهي كومونتي ويسي يدير نقد هدام يكره فوالا صح نو نو ماذا بينا كومونتي صافي بليزير حبيبي باش كيما يقولوا اللي يعني اللي يشوف الامور ايجابيا يقدر يتعلم من الانسان هذا اي مالا بيان كومونتي وانتم مشاهدينا الكرام ونقول لكم فاصل اشهري صغير ورانا راجعين فاصل نعود ونو بشوق نواصل معكم مشاهدينا الكرام ومعنا الضيف تاعنا عز الدين بوشايب نعود نرحبوا بك سعادتي زهره اهلا سوالف شكرا على حبيتك في القهوه عز الدين لا ما شاء الله حبيبي قلت لي نزيد لك ولا لا بنينه ما سمعتك قال لك لا بنينه ما شاء الله يا اخو فوالا نعود نرجعوا للموضوع اللي كنا نحضروا عليه عز الدين على الواقع والمواقع اسكو الوغ اسكو انت ماكش حاضر بزاف لي ريزو سوسيو يعني ماكش كيما ماكش كيما كاين بزاف دي كومونتير انا جو بريفير شحال عندك لي كا في الانستغرام دوكا عندي 100 كا 100 كا راهو حاضر نو جو دي من الحباب سي با الحباب انا على بالي انا ديجا راني حاب نكون اجور باش فوالا العزيز كريم بكري يا خو ما كنتش حاب نكون اجور بزاف في الانستغرام باش يعني انا باليش كنت حاب نخلي حياه خاصه هكذا جوستيمون نخبيها شويه القصد تاعي ماشي حاضر في لي ريزو سوسيو زعما ما تسيبش يدير ستوري كل دقيقه داكا عليكو القهوه شحال بنينه شوفوا مع مراني فيديو من منا فوالا لا ما انسان يعني لازم يخلي ديستونس لا شتا ولو صغيره يعني لازم تخليهم يتوحشوك هادي يعني معك فوالا اكزاكتومون باسكو كيما يقولوا الشعب تاعنا الى درت خدمه مليحه ومن بعد تخبيت وخليته يتوحشك كيما يقولوا كي تولي بروجي واحد اخر حيجيك وعلى الرحب والسعه يعني شغل حيكون معك باردون غول باردون فوالا حيكون معك يعني بكامل كيما يقولوا كامل ينكوراجيك فوالا يعني يعطيك انرجي تقعد عزيز يعطيك الصحه مي باش تكون اجور وتحكي فوالا هاي ليك انا وين راني اون فيت اليوم هبط الويسو ما عجبتنيش مي سيركيلاسيون اي بصح واش دخلوا السيد معاك الويسو محمد واش زدت لي في حياتي بهذه المعلومات فوالا اكزاكتومون سي سا لو تخوك وهذه الحاجه اللي بالك ولدت شويه ممكن نقولوا ماشي تافهه ولكن نقولوا انترميغ بالك ما قيتوش يعني كما نقولوا بدون فائده فوالا ما كاش تزيد لي والو في حياتي بهاد لي تخوك البروبليم سي كو ميم واحد كي باغ اكزومبل تلقاه يقول لك نو مي واش بيك مش اكتيف سور انستغرام سي تبان انت راك اون روتار باغ رابور ا لوي هو راهو اجور هو راهو فوالا الوغ انا ما نعرفي واحد كيف التليفون يحيي مد حاجه جديده مرحبا مي باش بوغ دير فوالا باش تكون اجور في الريزو سوسيو لازم شغل فري تحكي لهم لي ديتاي تاع حياتك تي اوبليجي ابخي باش تكون اجور وي فوالا بس هو وهذا البوان من اللحيه ما عجبتنيش كنت حاب ندخل السيد في اللحيه ما عندك بيني في المرايه فوالا عندنا مكالمه قبل مكالمه تفضل كريم الو وي الو الو بخير مساء النور مرحبا بك مدام لاباس شكون معنا ومنين؟ ام انصاف من ولايه تمديه اهلا بنات تمديه مرحبا بكم وشكي اخت زهره لاباس يعيشك انت لاباس؟
والله الحمد لله توحشناك. في اعلى وجهك كملها برك في اعلى وجهك يتوحشك الخير ربي يخليك. مش في تيشرت اكيد. كيفاش في تعرف الاتصالات اتصلتي بيا ديجا؟ جيتك تنسب حصه مع انت انصاف. جيتي لعندي البلاتو؟ ايه ام انصاف اللي قالت لك نخرج استاذه انجليزيه. اه وي تفكرت بي صافي بليزير. مرحبا بك. الله يسلمك اختي. واش راك كيمياء؟ صافا الحمد لله. بنتك لاباس؟ هاي صافا والله الحمد لله. الحمد لله الحمد لله يا ربي. سمحوا لي ندخل بيناتكم في لا ديسكوسيون باسكو هذا حاجه مليحه لانه انت من الجمهور الحقيقي. وي الجمهور الحقيقي يتصل بك ويجي لعندك. جات لعندي انت ديبلاسي وفيكتيفون جات لعندي كنت معاها بنتها. نحيوها هذه تحيه وي كبيره. وي والله تحيه كبيره ما شاء الله. راكي معنا؟ الو لاباس والله الحمد لله. يا لاباس الحمد لله. واش الاخ واش الضيف اللي راه معنا؟ ضيف متألق اليوم. ضيف راه معنا. عرفتيه ولا ما عرفتيهش؟ كنت في جمعي فاميلي. كنت صغير ميما في الجمعي فاميلي لعبت دور سامي. تبدل كاع. قالت لك كبرتي. تبدلت الله يسلمك ميما. هذا هو الوقت يما. كنا صغار وكبرنا هذه الحياة سنة الحياة ميما. الله يحفظك. تفرج في الفيديوهات تاعك تروح اليوتيوب. شكرا الله يبارك. تضحك بزاف كي تشوفك. بس صافي بليزير. قالت لك عندها بنتها تفرج غير لي فيديو تاعك وتضحك غيرك. ما شاء الله ربي يخليها لك ان شاء الله ميما. وان شاء الله كما يقولوا يكونوا دوطر بروجي ان شاء الله وين كما يقولوا نخلوهم يرتاحوا معنا في الخدمه ان شاء الله ميما. ان شاء الله المزيد من التألق ان شاء الله يا رب. نعاودوا نشوفوها في الشاشه ان شاء الله. احنا نشكروك مدام على الاتصال تاعك وعلى المرور تاعك معنا. باينة بلي انتي متابعة وفية لهذا الشروق. تري بيان. اها تحية كبيرة ليهم نيفينا ونادية. بعثي لها الاهداء. اها؟ والله هي توحشناك ما في الو شيخ بصح الحمد لله راهي نازلين راهي قايمة بالحالة راهي مليحة. تحية كبيرة ليها ربي يوفقها وتحية كبيرة للشيف نادية وهشام كاستي. اللي راهي تسمع فينا دروك. شكرا على اتصالك ونعاودوا نسمعوك مرات اخرى ان شاء الله. تشرفنا بك. معليش نعطيك انصاف بيان حابه تهضر معايا. اكيد افيك بليزير. جيت ليك تما قالت لي اني حابه نرجع. مرحبا. انصاف. تعالي تهضر معاها. الو الو وي مساء الخير. الو شراك؟ الو 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 مساء الخير. مساء النور. مرحبا بك. حبيتي تهدر مع من حبيتي تهدر؟ معاكم كاع. معنا كاع. الله يبارك. نبداو بالضيف. الله يبارك. تفضلي انت هي اللي تفرج لي فيديو. انت تفرج لي فيديو؟ اي تاع الضيف نتاعنا. وشنو هي الحاجه اللي تعجبك؟ جمعي. الجمعي فاميلي نورون تاع سامي الطويشي الزربوط. انا هو وي انا هو اللي كنت طويشي كنت بيع. بيا انا كل حاجه تجوز بيا. كنت تشوف شويه جمع فاميلي واش سيزون واش موسم شفتيه؟ الموسم كاع. الله يبارك. الله يبارك. مسكينه متابعه وفيه. الله يبارك صافي بليزير. ان شاء الله بالك كاين هذا العام اعمال ان شاء الله نعاودوا نرجعوا بها ان شاء الله بالك نعاودوا كما يقولوا نضحكوك نفس الضحكه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ليك على الاتصال وان شاء الله نعاودوا نسمعوك مره اخرى ان شاء الله. شكرا. سلامة. فوالا نعاود نرجعوا للسؤال تاعك كريم. انا شفت عز الدين راه يهضر كاين راه كاين ان شاء الله راه كاين. لا قولها لك كما يقولها لك كريم. شا كاين. شا كاين شا كاين تاع الري. هيا احكي لنا. واش نحكي لك؟ نحكي لك شا كاين؟ شا كاين. واه كاين كاين كل خير صاحبي يعني الحمد لله فاهم. ايوه لا بتاع شا كاين في المجال الفني في الجديد. في المجال الفني ان شاء الله كاين. كاين سيري مع كمال بوعكاز نلعب عندي دور اسمه ايمن وي اونشونتي. واسمها اونشونتي اسمها لا سيري لا كازا ديال كمال. اوكي فوالا لا كازا ديال كمال سيري اللي فيها كمال بوعكاز لويسا سلمان معنا بشرى عقبي معنا وي معنا عمي ابراهيم معنا شكون ثاني معنا رميسه
ومعنا ثاني سنه تلعب. بديتو ولا مازال؟ راك مون تورناج؟ نو نو مازال ان شاء الله، بالك ديبي ديسمبر ان شاء الله اللي راح ندير في رمضان ان شاء الله. اه فوالا ان شاء الله. وراح يكون لو غول تاعك فكاهي ولا؟ وي الطويشي ينافيغي دراهم باش يروح الغربه وحاب يحرق لاسبانيا. دونك ما تبدلتيش ما زلت؟ انا توجور الطويشي فوالا. نو نو بالك ان شاء الله نتبدلوا بكاش بيرسوناج ان شاء الله يجي. اسكو تستهويك السينما؟ اسكو يستهويك؟ اسكو تتمنى ان جور تكون وي السينما سي وتشوز؟ كاين كيما يقولوا حاجه نقولوها لازم نوضحوها باللي لا تيليفزيون لو جو تاع لا تيليفزيون لو جو تاع السينما ولو جو تاع التياتر كل واحد وحده. دونك لو كان يجينا بيرسوناج سينما وي كيما يقولوا نأديه بكل فرحه وسرور وجبيه كيما يقولوا نسي نخدم له الماكسيموم باسكو السينما ذوق واحد اخر في التمثيل. السينما في التمثيل هي كيما يقولوا المستوى العالي كاع الانسان يبغي يوصل له، باسكو علاه السينما تحكي الواقع كيما يقولوا نيشان ديريكت. فوالا في التمثيل في السينما ما اون فيت في لا تيليفزيون عندك الوقت او كونترير باردون في لا تيليفزيون ما عندكش الوقت. وي. لازم تعمر هذاك لو بلون، لازم تعمر هذاك لو فيد نتاع صاحبي لو كان يسكت ولا بابا لو كان على بالي سما كوميديان توجور لازم تعمر هذاك فيد. مي السينما نو عندك الوقت. عندك كامل الوقت دونك لازم تلعب بكل راحه ولازم فري تقنع اللي يشوف وتعيشوا معاك. سينما نعطيك مثال باغ اكزومبل حتى الحركه تاع اليد. اكزاكتومون فوالا اليد وتلعب لازم يكون عندها معنى. لازم يكون فوالا لازم يكون عندها معنى وعلاقه مع الشخصيه اللي تأدي فيها. تخي بيان راني مع زوج في الدومين ويغلبوني جافو. لا قول بارطاجيو لي زانفورماسيون. وي بيان دراما. وي شكون اللي تميل لها بزاف؟ على بالنا بلي راك دير ادوار فكاهيه ايتو بصح بالك انت تميل الفكاهه بزاف ولا الدراما؟ يعني انا نشوف بون انا بديت في الفكاهه ولكن دراما نقدر ناديها يعني ونشوف روحي في الدراما يعني. عطينا مشهد درامي هكا. مشهد درامي على الخفيف ولو يما نو مي امبوسيبل. لا مشهد دراما نخمس عوجه عوجه. راجل كريم خويا كريم مش راه بروبليم هذاك لاباس هكا مليح. لا انا حيبا شوف فاروق ربح لعندي حبيت فاروق حبيت حبيت كريم وعز الدين يديروا لي مشهد درامي اعطيه العمى وهو يمشي لك. فوازي بخير جو سوي لا او ديجا سي بون. عبد الرحمن كريم. نعم كريم. علاه كيما هكا؟ انا جبت الملف وظهر باللي ماشي هو. وانا حطيت لك القهوه وزدت لك السكر ودقتها ولقيتها بنينه يا كريم. احنا بصح نديرو في الفكاهه ماشي في الدراما. راني نشوف يا كريم. لا لا الدراما لك لا سيتياسيون دراما. وي سي فوالا لك لا سيتياسيون معمره باش تقدر تلبسها فوالا. وي جادور. حنا على بالي زعما كي نقولوا دراما انا على بالي عندي واحد الكليشي هكا شغل الدراما الجزائريه فيها واحد القهوه دائما كاين وي وي شو فهمك بصح في السينما كي تلعب الدراما تلعب دراما حقيقيه اكزاكتومون ماشي كيما في تقمص فريمون هذاك الدور فوالا. خطره في تلك الايام كان عندي دور كنت لعبت وليد مصطفى العريبي واختي ساره العلامه. وكنت زعما البيرسوناج ديالي زعما انا كنت عايش في باري يا مات اوف هذا البروجي حبس الله اعلم ولا تلك الايام على باليش. وي وي تلك الايام كان عندي بيرسوناج خفيف لعب وليد مصطفى العريبي. اي با لا بروميير سيكونس ديالي نهبط من الرقاد للصالون وانا البيرسوناج ديالي سيتي زعما كنا في يامه الارهاب وانا عايش لهي زعما في بلاد واحده اخرى ونجي من ذاك دونك ما عنديش زعما علاقه كبيره بين بابا واختي. وي هيا هبط سيتي البرومي لا بروميير سيكونس ديالي في الدراما فاهم باردون كي فاهم. هبط لقيت مصطفى العريبي يهضر مع ساره العلامه ويروح للمرايه ويديرها هذيك لعب ساعتين شاب على دراما وي قلت وي سا سي سيريو دونك لازم نلبس انا وي سي دراما وي اوكي اوكي هبط قالوا لي تهبط من الرقاد هبط نورمال سبونطاني انا توجور نشد البيرسوناج ديالي نلعبو سبونطاني هبط فوالا شفت لقيته يخطب على صاله العلامه فوالا راح زعف وراح للمرايه وانتي وانا قلت لك وادى واحد المشهد انا نقول لك الدمعه قريب عطت لي انا وصح عشت معاه. ايبا كي رحت عند صاله العلامه كي هبط قلت لها وش بها علاش هو يعرش؟ ايبا قالت لي فورير
الضحك وبدا يضحك وكوبي مي نو مي لعب دراما اوي مي نورمال سيتي سبونطاني جور ما قلت والو حكمني مصطفى وفهمني قعد معايا واحد لا خرجتهم كاع من المود وي من بعد كي عاودناها ما حبيتش نهضر قلت لها نوجه لهم تحية ونستقبلوا مكالمة معنا الآن. ألوي سلام عليكم. ألوي سلام عليكم. ألو سلام عليكم. سلام شكون معنا ومنين؟ معك سلمى من دراريا. سلمى من دراريا. لا لا بس العاصمة. الله يسلمك خويا واش راكم لاباس؟ لاباس الحمد لله رانا نشربوا في القهوة رانا نقصروا عندنا سوجي اليوم بزاف شباب رانا نمثلوا رانا درناه كامل الحمد لله يعيشك انت لاباس؟ عمري شحال توحشناك ربي يخليك توحشك الخير يعيشك يسلمك يسلمك سلمى الو نعم تفضلي راني معاك ما تقوليش نقاطع الاتصال ولا غير نقاطع عزيزتي تبان لي حنا غير منظومات تبان لي ربي انا غير لو يجاوي نقاطع مالهم خويا علاه مساكن لا وثاني اللي تعيط كاع ما كاينش هكا زعما كريم وا جوستومون توحشني وا توحشنا كريم لا لا يبارك عندك كيما يقولوا الجمهور يتابعك ميرسي هذوك نقول صحابي مال هذوك اللي يعيطوا اجر كريم يعيطوا كريم لا لا شوف لا كريم عندها جمهور الله يبارك انا عبك دارنا خواتاتي صافي بليزير والله بنات اختي صغار يقولوا لي يسلم على زهره شغل دايما انستغرام لي ميساج يسلم لنا على الواتساب يبعثوا لي كريم حنوني لي جونتي انا حاسه ممتاز اذا نرجع الى الدراما نعم نعم لقد فات الاوان تعليق دابا تقدر القعده هاو بالضبط شوفي هي هي دروك حنا ما راناش احنا ما راناش في الدراما دراما باسكو كي ندخلوا في الدراما غادي تروح للكوميك اوتوماتيكمون اكزاكتومون ما تقدرش تدخل في الدراما غير هكا شغل انا حبيت نسقسيك فيكو لو سوجي تاعنا اليوم سي الواقع والمواقع اسكو ان جور المواقع التواصل الاجتماعي اي تون كوزي ان بروبليم ولا اثروا عليك في حياتك المهنيه نو باسكو مخلي ديستونس ما بيني وبين الجمهور تاعنا اللي نحيوه شوف كي تخلي هذيك لا ديستونس ما تقدرش جو بو با افوار دي بروبليم دي ديباسمون فوالا اكزاكتومون باسكو ديجا مخلي ان سارتان ريسبي هكذا وين ديستونس اللي يقدر ما يقدرش كيفاش ما يقدركش دونك اوتوماتيكمون كاك مخلي هذيك لا ديستونس اوتوماتيكمون به مليح ولا ماشي مليح راح يقدرك يقدرك باسكو انت مقدر بيان سور فوالا دونك لو كان انا من الجور اللي نهضر كل صباح على القهوه تاعي تاع صباحي لو درت لها ثلاث مغارف سكر ولا لا لا اوتوماتيكمون حيدخل لي سيد حيقول لي نو حيقول لي حيصراو دي ديباسمون فوالا حيتجاوز الحدود كاين ثاني خاص لازم الناس تفهم انه الفنان الفنان كي يبدا في المسرح ولا يبدا في كيما سامي يبدا ديريكت هكا سيت كوم كبير مع قامات معروفين على بالك بلي تجيه صعيبه باش يروح يبدا يدير دي فيديو في وي بيان سور فنان فنان كيما نقولوا فنان تاع تيرا وكاين فنان في المواقع ما كانش عنده الفرصه باش يبان ولا توجه للمواقع وبدا يدير لي فيديو خلاص ركبت عليه هذيك تاع الفنان اللي بدا في التيرا في التياتر ولا في السينما ولا في التلفزيون ولا تجيه صعيبه باش يروح من التلفزيون من السينما ومن المسرح يروح يبدا يدير لي فيديو Exactement. صعيبه بزاف سي بور سا بزاف فنانين يسموهم كاين فنانين المواقع وكاين فنانين المسارح نهضروا على فنانين المواقع انايا جو في بيان كاين عباد الله يبارك ما شاء الله عليهم كرياو روحتهم بروحتهم oui. جور oui. من تليفون ما شاء الله كريا شخصيه اللي ولينا نحبوها ولات كيما يقولوا على باليش نعطيك ان اكزومبل مراد اوديه ولا ستانلي ولا هذوما كيما ستانلي شفتو في طيموشا ما شاء الله شبعت التمثيل شبعت كاشا من عنده وما كنتش نستنى باللي ستانلي اللي كيما يقولوا من ريزو سوسيو يعني من التليفون و يعني ريزو سوسيو البيرسوناج يلعبوا مع مينا الشطار ومع مخرج مزاحم يحيى دونك سيتي مانيفيك ومورا داوديه فري عجبني بزاف يا خو عنده عفسه نحييهم ثاني عنده عفسه يا خو دو كور بوغيل يا خو يلعب بزاف بالكور تو فوا لي لا سي ان كوميديان شوف مورا داوديه كيما نقولوا
لو كان يدخل للشو ويدخل للاخر يدير حاله خاصه يقلع غير ديك الحشمه هذه. هادو ما انا فاش عجبني كل بلاك مخت يحييها باش تقدر صعيبه هذه. بلاك ميته تحييها ترجعها حيه ونضحكوا هذه لازم يكون عندك انا باليش مي يكون عندك نيفو شويه فوالا كان عندك نيفو شويه exactly. عجبتني هذه قلت ما تقلقيش لاريجي بلاك يا ودي ما تلعبوش او يعاود دونك بزاف رحنا بوجودك معنا اليوم عطينا ان ديرني مول للجمهور تاعك الناس اللي سورتو اللي توحشوك واللي بزاف فرحوا اليوم عاود رجعتهم للباسي وي عشنا شويه مومون كيف كيف وعاود ولينا شويه الايامات الجمعي وايامات 2008 و2007 ان شاء الله نقول لكم بلي فوالا ما حبيناش نخدموا خدمه باش ما نطيحوش من عينيكم وباش نكونوا توجور يعني في حسن الظن ديالكم باش تضحكوا معنا نفس الضحكه يعني وما حبيناش نقبلوا اي مشروع باش غير على الدراهم نو خممنا ثاني على الجمهور تاعنا فوالا لا كارير فوالا اكزاكتومون سيتي سا دونك واش والوقايه الوقايه وربي يشفي المرضى ان شاء الله ان شاء الله ويرحم الشهداء تاع الكورونا ان شاء الله وربي يعافينا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. شكرا لك احنا بزاف فرحنا بوجودك اليوم. نعم يا دار يا ربي يا دار يا ربي الله يحفظك يحفظك عرفتي والله تعرف تهضر دونك خليك انت تزيد تقول لهم فيك لا كاميرا عندك قول لهم بلي نروحوا فاصل ونتعاود مشاهدينا الكرام مع كريم وزهره نروحوا فاصل ونواصل يا كاميرا مان السلام عليكم. الو الو حورية مساء الخير. مساء الخير حورية. اهلا 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 حورية كي راكي؟ سلام كومون سافا؟ لاباس والله غير الحمد لله وانتيا؟ سافا الحمد لله كي راكم دايرين سافا لا شونس راكم في البلاد. لاباس حنا رانا بيان البلاد راهي غاية وانتوما كيفاش راكم تماك في الغربة مع كورونا ايتو؟ ما تفكرنيش على كورونا وما تزيدوش انا مانيش نسمع بون باش ما راناش نسمعوا فيك بيان باش غرفه الكونترول تزيد لنا في الصوت باش نسمعوا حوريه مليح فوالا تري بيان الو رانا نسمعوا فيك بارفيتمون بيان تفضلي واش حوالك كاش كونفينمون كاش قلقه عاودي غير سكتي والله رانا مغمومين شتي الغمه بورتون داروا لكم ان ديكونفينمون ما خرجتيش Non, on n'est pas encore déconfiné, à la belle Ah, d'accord. Ok. Non, on n'est pas encore, jusqu'au 15 décembre. Quand même, hein? Quand même. معليش المؤمن مصاب حورية معليش. شوفي حورية على بالك اليوم الناس قاع لها دوموندي قال لك انا باغي نشوفوا لا كولور تاع عينين تاع حورية لا 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 ولا كيفاش دايرين. ها ودي راني كيما قال لك بابا راني غير في البومبات ما عندي لا لي جو فيغ لا بلاش. بصح علاه لي زيو فيغ؟ علاه جاتك في راسك هاد البسودو علاه؟ باسكو بكري شنو كنا نديرو؟ كنا نعيطو ان شونتور هكا في التليفون على بلا بان ماسكي هيا كنا نعيطو له وكي نهضر معاه وكاع زعما نضحك عليه ونقول كيقول لي انت شكون نقولها حريه الجو فيغ هكا وكاع تري بيان دونك دونك حريه لي زيو فيغ فريمون تري اكتيف في لي ريزو سوسيو حبيت نسقسيك فيك لو سوجي تاعنا تاع اليوم سي لا ديفيرونس بين لي ريزو سوسيو لا رياليتي اسكو في لي ريزو سوسيو حريه لي زيو فيغ اي كريتيكي وكيفاش تو رياجي لي كريتيك تاع الناس بون سي با نبغي زعما نشكر في روحي نو فرانشمون جي با بوكو دو كريتيك الحمد لله الحمد لله ان تري تري بون بوبليك و ابخي على بالك كي تخرج كي ما ديريش حاجه فيلغير ولا حاجه اللي تدور ولا حاجه هكا تا با بوكو دو كريتيك فوالا وي بو افوار كيما هادو يقولوا لك سي با درول و ابخي تو بو با بلير ا تو الموند زعما ماشي كاع الناس اللي يحبوك سي نورمال وي Mais ça des critiques méchantes et vexantes non j'en ai pratiquement pas. Alhamdoulillah, alhamdoulillah. Ou انا حبيت نسقسيك حوريه احكي لنا على المشاركه تاعك مع بلا حدود مصطفى هيمون وحازم وحميد اللي نقولوا تحيه في السلسله تاع بلا حدود اللي داروها في امريكان وعندها عامين ملي فاتت احكي لنا على التجربه تاعك معاهم. سيتي على بالك انا بلا حدود كنت نفرج فيهم كي كنا صغار وي كنا نجيو للبلاد نشرو هذوك لي كاسيت ونشوفوهم في الدار وي سيتي ان اونور دو ترافاي افيك او بصح مهابيل على بالك مع لاش سا سي با رومبي شفتو مصطفى
Oh là 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 là, ça. T'arrives pas à te concentrer معاهم على بالك t'arrives pas à te concentrer. من عند بلا حدود رحتي directement مع Soul King. كيفاش صرا لو كونتاكت؟ Comment est-ce qu'ils comment ils ont pensé à toi? Soul King en fait درت un snap. هيا سيتي مون انيفرسير قلت لهم انايا جيمري بيان avoir un cadeau زعما حي vivant دوني عن Soul King. Et quelques jours après, j'ai donné une surprise. J'ai donné une adresse sur Paris, parce que la musique, c'est pas une musique allemande. J'ai donné une adresse. Et quand je suis partie là-bas, c'était l'enregistrement du clip de Soul King. Et j'ai joué dans le clip de Soul King. Waouh, c'était un beau cadeau, j'imagine. Oui. Mais tu peux crier. Et il est très, très, très gentil. Gagnez les chouilles, gagnez les Soul King. seul, mais déjà je suis mal une association ou quoi. Ah, je fais ça tout seul. Oui, parce que je suis comme ça. Emmenat Annes, j'ai peur. Donc je fais vraiment tout toute seule. Je les prends moi-même ou quand il y a beaucoup, je fais appel à un transporteur ou Temma, je les réceptionne et je vais moi-même les distribuer à l'hôpital oncologie pédiatrique à Wahran à Al-Hassi. Ok, donc le sujet de aujourd'hui, quand c'est les réseaux sociaux, la réalité. Est-ce que Houria les yeux verts, ou chacun chauffe ou d'acte mesquir. Est-ce que elle qui a la vie quotidienne, c'est à quoi là, ou là tu racontes bien une autre personnalité, un peu. Non, elle est la vérité, madame Lizet. Ou papa, il goulit le dag, il normalement il retourne à la pension parce que mais boule. Non, je suis très. J'aime. Très joyeuse, très souriante. Même quand ça va pas, ça va. Très bien. Non, les gens en Algérie, les influenceurs, les youtubeurs, ou les gens qui sont connus, ils dévoilent trop leur vie privée. Où est-ce que tu fais le point? Non, moi, je vais pas rentrer dans mon intimité. Les gens qui sont voilà, je suis une maman seule, j'ai trois enfants, ça, les gens le savent. Et il y en a certaines qui se voient en moi, et puis... elles sont contentes de voir que voilà, il faut se battre, il faut être une femme forte. Donc, il y a des choses que je montre et des choses non, que je ne montre pas. Ça va être dans les répètes, la caméra, la caméra. Bah, je ne sais pas. J'étais dégoûtée. Il est puissant, 5G. Exactement. Oui, voilà. Donc, aussi, il y a une chose qui me donne les réseaux sociaux, mis à part le public. Franchement, j'ai envie de te dire quand même l'amour du public parce que, franchement, je reçois des beaux messages, mashallah, vraiment, et je fais de très, très belles rencontres. Et après, ce qui est bien, c'est que quand je fais un spectacle et que je mets sur les réseaux, c'est ça qui me vend les places. Alhamdoulilah, on a toujours, toujours vendu toutes les places de spectacle. J'ai toujours joué complet. Et ça fait chaud au cœur. Tu te dis, c'est bien parce que, tu vois, Kainine, Anaya, dans mes réseaux, Kainine, Mel Jouza, la petite fille, t'as 5 ans. Exactement, oui. Ça, voilà, oui. Ça. Et si tu viens à mon spectacle, c'est pareil. Tu vois des enfants qui mêlent avec sa grand-mère qui est là, qui rigole, qui... Et c'est ça que ça fait plaisir. Moi, les réseaux, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Et c'est mon travail, en fait. Voilà. Oui. Houria, أكيد تسمعي فينا. Houria, bon, حنا الوقت ما يقدناش باش نهضروا على كاع كلش. على بالك الهضره معاك صافي بليزير بزاف حلوه. قولي لنا بتي مو هكا للبيبليك اللي راه يشوف فيك عن طريق قناه الشروق. Alors, je tiens à dire et je le dirai toujours, le public algérien c'est le meilleur public. والله vraiment vraiment, c'est un public fidèle. Qui garde donc à faire te lâche plus, tu le vois, on dirait que t'es sa sœur ou là, ça fait longtemps ma chère. Vraiment, vraiment. C'est un public très fidèle et je suis fière et honorée d'être une Algérienne. Et je vous embrasse et merci beaucoup de m'avoir invitée. Ça fait vraiment plaisir de penser à moi. Le plaisir est pour nous. Inch'Allah, qui te rejoint à l'Andana directement, on va te faire un plateau coffee time. On va te faire un plateau coffee time. ونجيب لك الحنه ونربطها لك ماذا بيا والله ان شاء الله يعيشك ميرسي حوريه اي لو بيزو ميرسي بوكو لو بيزو بوتي بوتهم لنا وربي يخليهم لك ان شاء الله امين ميرسي بوكو ميرسي يعيشك سلامه على خير ان شاء الله
بسلامة. سلامة. حلقة تهبل اليوم كريم تيخوبا ومالوغوزمون راح تخلعت سارة. وي والله أنا كان عندي بزاف دي كيستيون مي الله غالب ما يكفيناش الوقت. سيدنا الكرام حنا نحيوكم ونقول لكم يعطيكم الصحة الصحة يعطيكم الصحة معليش اللي تبعتونا حتى الأخير ومازال كاين غدوة وغير غدوة حتى الخميس. سهرة قولي لنا آخر كلمة. أكيد حنا نعاودو نطلعو عليكم أنا وكريم غدوة إن شاء الله نفس القناة نفس التوقيت مع موضوع تفاعلي آخر مشاهدين ضيوف واحد آخرين مشاهدين إن شاء الله يبقاو لو ميم ولا يزيدوا. وأنا نشكر توجور سالون اليبانيز على الإطلالة وعلى لاتوش ميغريوس كالموفخ. نقول لكم إلى اللقاء غدوة إن شاء الله. باي باي.